آثار الزلزال في عدد ديال الأقاليم الزلزال الحوز. إحنا الهدف ديالنا الأول كان منذ حدوث هذه الفاجعة هو كيفاش التلامذ يرجعوا الأقسام ويرجعوا الدراسة ديالهم. ممكن يقول لكم بأن رغم كل الصعوبات ورغم بفضل تجند رجال ونساء التعليم ديال المنطقة والتضامن اللي تم مع عدد كبير ديال الأقاليم والتضامن اللي تم مع المجتمع المدني، هذا ساعد باش واحد تقريبا كنقولوا 15 يوم من بعد سميتو تلامذ لقينا حلول باش يستأنفوا الدراسة ديالهم باش ما تدهلهمش السنة الدراسية. البعض منهم تحت الخيام، البعض منهم تم تنقيلهم المؤسسات خارج الإقليم في داخليات، البعض منهم الأطفال اللي هي موجودة بدينا نديرو فيها دي روتاسيون، كل تيقرا في الصباح كل تيقرا في العشية كاين سميتو، البعض منهم نوع ديال الاكتظاظ في المنطقة. وكانت واحد المواكبة نفسية اللي هي جد مهمة اللي تمت خلال هذه الفترة. نفس الشيء منظومة جندت العمل مع شركاء اللي ساعد باش تكون هذه المواكبة باش تجاوزوا هذه الفترة ديال الأورجونس اللي كانت. المرحلة الثانية احنا اشتغلنا على كيفاش نضمنوا او نحسنوا ظروف الدراسة، خاصة إلى خدينا بعين الاعتبار بأن هناك طقس هذه المناطق هو طقس صعب واللي تجعل بأن الحلول الأولى اللي كنا لقيناها غير كافية. وكل يقول لكم بأن هذه العملية ساعدت أولا تدريجيا دزنا من 3 أيام اللي كانت كنا تنخدمو بالخيام التقليدية ديالنا، الخيام اللي هي يمكن ملائمة مع الحاجيات، دزنا لك لي موديول أميناجي، حسنا ظروف استقبال ديال التلامذ، وفي نفس الوقت بدينا الدراسات LP2E، دراسات تقنية والدراسات الهندسية الضرورية بعد ما تم فحص كل المؤسسات، لأن كان الهدف ديالنا هو كيفاش نضمنوا السلامة ديال التلامذ، ما يدخلوش شي مؤسسة وقع فيها غير واحد الشقق اللي هي قليلة، ولكن إلا ما كانش عندنا الغابور واللابوغاتوار اللي تضمن بأن السلامة مضمونة ما كانش تيدخلوا ما تيستعملوش ذاك الأقسام فيها. هذا اللي ساعدنا باش يكون عندنا واحد دابا الان عندنا واحد اللائحه. حنا اشتغلنا على اساس عندنا دابا الدراسات كلها انتهت، عندنا هذا المجهود جعل بان تقريبا ما بقاش عندنا التلامذ تحت الخيام، من غير شي شوه اللي مازال فيها 90 خيمه الاقاليم اخرى كلها ما بقاش الخيام، ما بقاش عندنا التلامذ اللي هما في الدخول المدرسي موجودين في داخليات خارج الإقليم ديالهم. وفرنا قاعد داخل أقاليم في من العائلات، وفي نفس الوقت مشينا في اتجاه هذا البرنامج اللي قلت درنا له دراسة. أولا وفرنا له الحكومة، وفرت واللجنة الوزارية اللي تجتمع تحت رئاسة رئيس الحكومة بصفة منتظمة، وفرت لهذا البرنامج واحد 3.5 مليار ديال الدرهم على حسب الدراسات اللي حنا نجزناها باش نمولوا هذا المشروع. انطلقنا من الفكره بان من الصعب نطلبوا من داك الاكاديميات لا ديال مراكش ولا ديال سوس باش هما يدبروا هذه العمليه ديال الصفقات
ويخليوا الجانب التربوي يبقوا مكلفين غير بالجانب اللي هو ديال إعادة البناء. هذا اللي تيفسر علاش حنا اشتغلنا باش يكون ميتريز دوفراج ديليغي مع سي جي اي مانجمنت، اللي وضعت واحد الفريق اللي الان بدا يشتغل بصفه منتظمه، واللي هذا العدد ديال المؤسسات اللي تم الترميم ديالها او البعض اللي تم اعطينا انطلاقه ديال الاوراش، يمكن نقول لكم بان الوتيره ديال هاد الورش غترتفع اسبوع بعد اسبوع، واللي حنا هذا تيساعدنا بان حنا اعتبرنا ما نبقوش نعينو اخر سنه تيكون كل شيء انتهى، عاد التلامذ ينتقلوا لهاد المؤسسات اللي تم تأهيل ديالها او تم اعاده البناء ديالها جزئيا او كليا، ولكن خلال السنه هناك بعض العمليات اللي غتتم باش التلامذ يكون تم المؤسسه تم تحسين الوضع ديالها يدخلوا لها. يمكن نقول لكم انا زرت المنطقه لا في تعودات ولا في الحوز، اجتمعت مع أولياء تلاميذ، اجتمعت مع المديرين ديال هذه المؤسسات، كلهم في نفس الوقت اعتبروا بأن هذه الحلول اللي هي كاينة أولا ساعدات باش نضمنوا الزمن المدرسي ونضمنوا المستوى ديال النجاح هاد الأقاليم، هو المستوى اللي كاين على الصعيد الوطني.